السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صارت عندك مشكلة معينة تلجأ للجانب القانوني ولا جانب العشائر وليش؟ جانب العشائر أقوى من القانون. شلون يعني أقوى ليش؟ لأن هسه العشائر كل الخبطة وين الحكومة؟ نعم. الخبطة وين الحكومة؟ أو إيه أو ثاني أو بعد من تروح يا بقيك هاي الدولة إذا طلع إذا تحبس الصبح طلع العصر أروح للعشائر أحسن. ما هو غير زين. شنو سبب قوة العشائر عن القانون هسه؟ السلاح هسه أقوى من الدولة. نعم. السلاح بالعشائر أقوى من الدولة. نعم. ليش مو الدولة تسيطر على العشائر وتنحل المشاكل القانونية؟ لا هسه انحلت المشاكل، يعني هسه الدولة تحلها ما تحلها الدولة. هو جاي نشوف مشاكل حلتها الدولة يعني ليش؟ الدولة ما قاعد تحل مشاكل، حتى الناس تلجأ للدولة، هسه قامت تلجأ للعشائر. نعم. العشائر قامت هسه أقوى من الدولة. ده هسه مثل روح للعشيرة، العشيرة يعطيك حقك ويقعد وياك ويسولف وياك ويعطيك حقك، الدولة تحبسه منا طلع منا ما قواد. يعني أنت دائما تلجأ للجانب العشائر. والعشائر إحنا جماعتنا ما شاء الله نعمة من الله. كلها أصبحت نص الدولة ونص العشائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صارت عندك مشكلة معينة تلجأ للجانب القانوني ولا للجانب العشائري وليش يعني؟ والله احنا عندنا القانون فوق الكل، القانون فوق الكل، بس القانون اذا ضعيف وين اروح انا؟ ضعيف القانون، اشوف الشرطة ضعاف، المرور ضعيف، ابو الطابو ضعيف، نرجع للعشائر شو تسوي وين نروح؟ ضعيف القانون، قانون خلي تقوى وننتج عليه ويلا الساعة نعتمد على القانون. قانون يعني القانون هسه انت تعتقد ضعيف. القانون بقتنا الحالة ضعيف؟ ضعيف ضعيف نعم ضعيف. شنو سبب الضعف؟ والله ضعفه هو من الدولة، هم الرؤساء اللي دولة، رؤساء الدولة، رؤساء الكتل، ها بعضهم ما بعض تيهوا القانون.